والله منذ التحاقي هنا بكوت ديفوار بأبيجان إلى بواكي كل الظروف ملائمة، ظروف أمنية، ظروف تنسيقية، وحتى سكنة بواكي هنا الناس طيبون متميزون، فتحوا لنا أبوابهم، ساندونا طيلة تواجدنا هنا في بواكي، يسهلون لنا مأمورية التنقل، مأمورية إيجاد إقامة ومسكن، مأمورية إيجاد أماكن محترمة للأكل، سهلوا لنا مأمورية ربما شرائح الهاتف. من جميع النواحي كانوا سندا دائما لنا، كل الظروف ملائمة على العمل. وهناك أطراف تريد الاصطياد في المياه العاكرة، تريد تعكير صفو العلاقة الطيبة والجيدة بين الإيفواريين والجزائريين، بين الدبلوماسية الإيفوارية والجزائرية، لكن نحن كإعلام جزائري وجمهور جزائري يجب أن نتصدى لمثل هكذا التحركات لا أساس لها من الصحة، ولا تغني ولا تسمن من جوع. من منبركم هذا أؤكد لكم أن كل الظروف ملائمة على العمل وعلى التواجد في المناطق، مناطق كوت ديفوار سواء ياماسوكرو، سان بيدرو، أبيجون، وحتى هنا ببواكي. نحن متواجدون أقول لتغطية فعاليات المجموعة الرابعة من كان الكوت ديفوار، والمجموعة التي تتواجد فيها الجزائر، نعمل بكل أريحية، بكل احترافية، بكل صدق ومسؤولية في إطار توفير جو ملائم من الإيفواريين. مخابر فرات الرازرس، القوة والحماس من قلب الكان. شيري يرافقكم في كان الكوت ديفوار. استمتع بأجواء الكان مع بلاط. لوكس، الشيبس رقم واحد في الجزائر، يتمنى حظ موفق للمنتخب الوطني. كادياس، طريقكم نحو الكوت ديفوار. رامي، الذوق الأمثل في كان الكوت ديفوار. تكنو نورم، يتمنى حظ موفق للفريق الوطني. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.